أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الخاضعين، حمد المقرين بنعمائه، حمدا يليق بجلاله وجماله وعظيم سلطانه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. حمدا حمدا على الإنعام، وشكرا شكرا على الإكرام، وصلاة ربي وسلامه على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، طالبات الحبيبات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل فصل دراسي جديد في كليتكم الغراء، الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. بإذن الله سبحانه وتعالى سوف أكون معكم خلال هذا الفصل الدراسي في مساق ثقافة إسلامية. معكم من خلف المايك الدكتورة عبير علي النجار، الدكتوراه في الفقه المقارن من الجامعة الإسلامية، الماجستير من الجامعة الإسلامية، والدكتوراه من جامعة القرآن الكريم والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الفصل فصل خير وبركة وتوفيق وسداد بإذن الله سبحانه وتعالى، نحصد بها العلم والمعرفة والدرجات العليا في الدنيا والآخرة. سنقوم بإذن الله سبحانه وتعالى بعرض موجز وسريع لكتاب الثقافة الإسلامية المقرر لهذا الفصل، وهو من تأليف الدكتور محمد فروانة. سنقوم بإذن الله عز وجل بالتعرف على المباحث الموجودة في هذا الكتاب، والذي يبدأ بتعريف، أولا المبحث الأول تعريف الثقافة الإسلامية وأهميتها ومميزاتها. أما المبحث الثاني سأتناول فيه العقيدة الإسلامية. المبحث الثالث تكلم فيه عن الأسرة، وطبعا تتضمن الخطبة وأنواع الزواج وحكم كل نوع من هذه الزيجات. المبحث الرابع انعكاسات الثقافة الإسلامية. أما المبحث الخامس فبيتكلم عن موقف الثقافة الإسلامية من الثقافات الأخرى كالثقافة اليونانية والفارسية والثقافات الأخرى بالمجمل. أما المبحث السادس يتكلم عن التشريع الإسلامي والعبادات في الإسلام. المبحث السابع يتكلم عن النظام الاقتصادي، تعريفه، أهدافه، مميزاته، أنواع الملكية، وخصائص النظام الاقتصادي في ديننا الإسلام الحنيف. ثم بعد ذلك في نفس المبحث سنتكلم عن النظام الأخلاقي وما يميز النظام الأخلاقي في الإسلام عن غيره من التشريعات الأخرى. المبحث السابع سيتكلم عن العقوبات في الإسلام، تعريفها وعلاقتها بالجريمة وأهداف العقوبة في الإسلام وبما تتميز العقوبة في الإسلام، وأيضا الشبهات التي أثيرت حول نظام العقوبات في الإسلام، ويوجد طرح جميع الجرائم أو جميع المعاصي التي تستوجب عقوبات محددة ومقدرة أو غير مقدرة كالقصاص والتعزير والحدود. ثم بعد ذلك المبحث التاسع ويتكلم عن البيوع بأنواعها وأحكامها المختلفة. ثم بعد ذلك سنتحدث بإذن الله في المبحث العاشر عن الشورى في الإسلام، ما معناها أيضا، ما هو نظامها، كيف بداية الشورى، من أين بدأت، وكذلك بما ما هي خصائص النظام الشوري في الإسلام. ثم بعد ذلك في المبحث القبل الأخير أو ما قبل الأخير، الحكم في الإسلام، بما يتميز الحكم، وهل يجوز هناك إقامة حكم إسلامي، ما حكم إقامة الحكم الإسلامي، وما هي مواصفات الحاكم المسلم الذي يجب أن يقود هذه الأمة ناحية بر الأمان، وهل إذا كان هناك حاكم مسلم لهذه البلاد هل يوجد حالات لعزل هذا الحاكم أم لا يوجد. سنتعرف بإذن الله بشيء من التفصيل في عندما نصل إلى هذا المبحث. وآخر مبحث تناوله هذا الكتاب الجهاد في الإسلام،
وهذا المبحث من المباحث الرائعة التي تطرقنا إليها ليلا ونهارا في كل أحداثنا، ولا أقل من أن نذكر الأحداث التي تحدث الآن في الأقصى الشريف والاعتداءات المتكررة عليه والأعياد اليهودية وتدنيس مقدساتنا التي تستوجب منا الجهاد في الإسلام. سنتعرف بإذن الله بشيء من التفصيل، ما هو الجهاد، ما هو فضل المجاهدين والمرابطين، ما هي شروط الجهاد حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى. لكن اليوم بصدد الحديث أو تطرق إلى جزء حتى من المبحث الأول نتحدث فيه بإذن الله عن تعريف الثقافة بشكل عام، ثم نأتي للتحديد نتحدث عن الثقافة الإسلامية، وسنتعرف بإذن الله معا وسويا على أهمية الثقافة على الصعيد الفردي وعلى صعيد المجتمع وعلى صعيد الأمة الإسلامية وعلى صعيد العالم بأسره كانوا كفارا أو مسلمين. ثم سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن مميزات الثقافة الإسلامية وأهم خصائصها وما هو دور الثقافة الإسلامية في مجتمعاتنا المعاصر. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ محورا محور. المحور الأول يتحدث عن الثقافة. عندما نتحدث عن الثقافة نتحدث عنها بشكل عام ولم نخص بها الثقافة الإسلامية. إذا أضفنا كلمة الإسلامية إلى الثقافة هنا يصبح الحديث خاص بثقافتنا الإسلامية، لكن في التعريف اللغوي عادة ما نتطرق إلى تعريف الثقافة كتعريف بشكل عام دون تقييدها بالثقافة الإسلامية. ما معنى الثقافة لغة؟ تفضلي. بارك الله فيك. إذا تعريف الثقافة، أصل الثقافة من الفعل الثلاثي ثقفة، وهي بمعنى الحذق والفطنة والتهذيب والنشاط، فنقول أن هذا إنسان حذق أي لديه فطنة، لديه سرعة بديهة، لديه ذكاء، لديه ثقافة، لديه ثقافة. إذا الحذق والفطنة. أما تعريفها من ناحية اصطلاحية، ما زلت أكرر أننا نتحدث عن الثقافة بشكل عام. ربما يتناول التعريف الاصطلاحي لكلمة ثقافة الثقافة البوذية، الثقافة اليهودية، الثقافة اليونانية، فهنا أنا ما زلت في التعريف بشكل عام الاصطلاحي لكلمة الثقافة. تفضلي. بارك الله فيك. اصطلاحا هي المعرفة التي تؤخذ بثلاثة طرق. إذن هي معرفة يتلقاها الفرد تؤخذ بكم طريقة، بعدة طرق، منها عن طريق الإخبار والتلقي والاستنباط. الآن كأي ثقافة، اليهود مثلا ولنأتي على الثقافة اليهودية، في الثقافة اليهودية أخبرهم الكهنوت وأخبرهم رجال الدين بأن الله، أن كما ورد عندنا في القرآن عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. كيف جاءهم هذا أو كيف تعلموا؟ عن طريق الإخبار من رجال دينهم، أليس كذلك؟ لو جئنا للتلقي سنجد أنهم في معابدهم، إما هم أو النصارى أو نحن في مساجدنا، سنجد أن التعليم المكثف الذي يقوم فيه المعلم بتعليم التلميذ بشكل مركز ومكثف ومتتابع ومتتالي يصبح هذا نوع من التلقي، تمام؟ أما ثالثا الاستنباط. لماذا أوصلت النصارى عيسى بن مريم ليقولوا أنه ابن الله؟ لماذا؟ لأنه كان يمتلك الكثير من المعجزات، أليس كذلك؟ لأنه كان يتمتع بمعجزات في عصره لم يتمتع بها أحد من قبله، أليس كذلك؟ هذا الأمر أدى بهم إلى أن يعظموا المسيح
ويرفعوه من درجة البشرية إلى درجة الألوهية، فأصبحوا يقولون أنه ابن الله، أليس كذلك؟ إذن كيف عرفوا أنه ابن الله، أو من أين جاءوا بهذه الثقافة وهذه المعلومة؟ استنبطوها استنباطا فقالوا أن المسيح ابن الله. لكن كمسلمين عندما نأتي الآن، هذا الثقافة بشكل عام، عندما نتكلم عن الثقافة الإسلامية، أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرنا القرآن بأنه فاعلم أنه لا إله إلا الله، الآية واضحة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن نحن نعلم بالإخبار بما جاءنا من القرآن والسنة على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله واحد لا شريك له، تمام؟ جاءنا هذا بالإخبار، وأيضا تلقينا العلم على أيدي مشايخنا على مر الزمان وعلى أيدي الصحابة والتابعين على أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له. أيضا بالاستنباط، لو جينا لقصة الأعرابي الذي استدل على وجود الله دون أن يعرف أو دون أن يخبره أحد، يعني سنأتي الآن إلى حالة تقول بأن هناك رجلا من الأعراب عرف أن هناك إله بالرغم من أنه لم يخبر من أحد بأن هناك إله. قالوا كيف عرفت الله؟ قال سبحان الله، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الخبير البصير؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى يدل. كيف وصل الأعراب لوجود إله؟ استنباط، استنبطها من خلال النظر والتأمل في هذا الكون. أفهمتم ما معنى الاستنباط؟ إذا لم يخبر به، لم يتلقاه على أيدي أحد من المشايخ أو العلماء، وإنما استنبطه، أداه عقله وفكره إلى أن يقول أن هناك إله لهذا الكون. هذا التعريف بشكل عام، ونحن طبقنا على الثقافة اليهودية والثقافة النصرانية والثقافة الإسلامية. لنأتي الآن بشيء من التخصيص ونتحدث عن تعريف الثقافة الإسلامية. إذا ارتبطت بوصف الإسلامية أكيد سيكون لها معنى خاصا. الثقافة الإسلامية، تفضلي. لتنبثق عنها فكرة شاملة عن الإنسان وأحكام الحياة ضمن الأبعاد الرئيسية مثل القرآن الكريم والسنة النبوية. كلام صحيح، بارك الله فيك. لنأتي الآن إلى تعريف الثقافة الإسلامية. بالنسبة للثقافة الإسلامية، الثقافة الإسلامية هي المعارف والضوابط والقوانين. إذا لدينا، وعلى من باب الأمانة العلمية، هذا التعريف خاص بالدكتور محمد فروانة المحاضر، والذي من تأليفه هذا الكتاب، المحاضر في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. الثقافة الإسلامية إذن هي المعارف والضوابط والقوانين. كل ما جاء في هذه الثقافة الإسلامية لا يخلو إما أن يكون معرفة كمعلومة، أو ضابطا شرعيا، أو قانونا شرعيا نسير عليه. عندما نقول أن المرأة يجوز لها أن تخرج، هل هذه على الإطلاق أم لها ضوابط؟ لها ضوابط. لا يجوز أن تخرج مستعطرة، لا يجوز أن تخرج بلباس غير شرعي، لا يجوز أن تخرج من غير حاجة. إذن هناك ضوابط شرعية، أليس كذلك؟ يجوز للرجل أن يخطب أي امرأة، في ضوابط، إلا أن تكون محرمة عليه كأخته وعمته وخالته، أو أن تكون من غير كتاب، كأن تكون من غير اليهودية أو النصرانية. إذن هناك ضوابط. المعرفة،
كل المعارف أو كل المعلومات التي استقيناها في ثقافتنا الإسلامية كانت عبارة عن معارف. هناك قوانين في الإسلام لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها أو يتغافل عنها. عندنا قانون للذكر مثل حظ الأنثيين، أليس كذلك؟ لكن هناك قانون آخر يقول قاتل أبيه لا يرث، فحالة خاصة يجوز للذكر أو يجب أن يرث الذكر ضعف الأنثى، أليس كذلك؟ هذا قانون في الميراث. لكن فلتعلمي طالبتي الحبيبة أنه أيضا في الميراث ممكن الرجل لا يرث، ومن الممكن أيضا أن يرث أقل من المرأة في حالات معينة، ومن الممكن أن ترث المرأة ولا يرث الرجل، لكن القاعدة العامة والقانون العام للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه ثقافتنا أو هذه الثقافة الإسلامية الرائعة هي التي تخط لنا خطوط ومسار لنستطيع أن نسير فيها على نور ونهتدي بها في نهاية الطريق إلى بر الأمان. الآن هي المعارف، الثقافة الإسلامية هي المعارف والضوابط والقوانين. هذه الثلاثية الرائعة ماذا ستشكل عند الإنسان المسلم؟ فهم الإسلام. سأفهم الإسلام من خلال هذه الثلاثية الرائعة إذن التي عليها مدار وفهم الإسلام. ماذا ستولد هذه الثلاثية؟ فكرة شاملة عن الإنسان والكون والحياة. كل إنسان عندما يبدأ في الوعي والنضج حتى عندما يكون صغير ويعرف الدنيا وينظر إلى هذه الدنيا يسأل من خلقني؟ وكيف جئت إلى هذه الدنيا؟ ولماذا خلقني الله؟ أليس كذلك؟ هذا السؤال يراود كل إنسان طبيعي. هذه التساؤلات لن نجد لها إجابة شافية إلا في ثقافتنا الإسلامية. هذا الكون هل وجد صدفة؟ من الذي أوجده؟ ولماذا أوجده؟ هذه التساؤلات بإمكانها أن تجعل في عند الإنسان فهما عميقا عن نفسه وعن كونه وعن دينه، يستطيع أن يعيش بنوع من التناغم والانسجام مع هذا الكون الذي خلقنا وخلقه الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا هي الضوابط والمعارف والقوانين التي عليها مدار وفهم الإسلام لتنبثق فكرة شاملة عن الإنسان والكون والحياة. والآن كل ما قلنا سابقا من أحكام ومن تشريعات ومن ضوابط ومن معارف ومن قوانين، من أين استقينا هذه المعلومات؟ من مصدرين أساسيين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية. إذن هي المعارف والضوابط والقوانين التي عليها مدار وفهم الإسلام. لماذا؟ لتنبثق فكرة شاملة عن الإنسان والكون والحياة مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. الآن سؤال يطرح نفسه، لماذا؟ هل من الضروري أن نتعلم هذه الثقافة؟ ضروري؟ كلام رائع، ضروري جدا حتى نتعلم هذه الضوابط ونسير وفقها، حتى نتعلم هذه القوانين ولا نتجاوزها، حتى يكون لدينا هذه المعلومات وهذه المعارف فنستنير بنورها. كلام صحيح. إذن ضروري جدا على الإنسان المسلم أن يتعلم ثقافته ليحيا بهدى ونور. الآن هذه الثقافة الإسلامية يعني برأيكم هي مهمة، أليس كذلك؟ مهمة على صعيد الفرد، كلام صحيح، وعلى صعيد المجتمع. وعندما نقول المجتمع ماذا نقصد به؟ أي مجتمع؟ الله ينور عليك، بارك الله فيك. إذا نقصد في المجتمع الإسلامي تحديدا، ثم يخرج إلى ما هو أشمل وأوسع وأرحب من ذلك. أيوة، ليتسع للعالم بأسره،
ليتسع الأمة، نقصد بها الأمة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي. الله ينور عليك، بارك الله فيك. عندما نقول العالم نقصد به مسلمين وغير مسلمين. نأتي في البداية للتعرف ما هي الأهمية التي يمكن من خلالها أن تضفي بظلالها علي كفرد مسلم. تفضلي. بارك الله فيك. الثقافة الإسلامية تهتم بالفرد المسلم من المهدي إلى اللحد. أسألكم، عندما يولد الإنسان أول ما يفعله الأبوان، تفضلي. لا، أقصد ماذا يفعل الأبوان مع الإبن بمجرد خروجه من بطن أمه؟ الأذان. الأذان، بارك الله فيك، في الأذن اليمنى، ثم الإقامة في الأذن اليسرى. هل يعي المولود معنى الأذان؟ لا يعي، هو فعليا لا يعي. طيب لماذا؟ لتكن بداية حياته على الإسلام وعلى ثقافة المسلمين. ما هو آخر شيء يطمح كل مسلم أن يختم حياته به قبل الموت؟ الشهادتين، بارك الله فيك. آخر ما ينطق به العبد أو رغبة كل إنسان وأمل كل إنسان أن لا يموت إلا على الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبين الشهادتين وبين المبدأ والمنتهى كلها دستورا ومنهاجا وعلما وفكرا وسلوكا، كلها الأصل أن تكون حافلة بثقافتنا الإسلامية. نحن عندما نتزوج نسير إلى هذا الزواج وفق خطوات إسلامية واضحة. يذهب الخاطب إلى أهل التي يراد خطبتها، أليس كذلك؟ إذن يتقدم إليها، يطلبها، ثم بعد ذلك هناك نظرة، أيوة، الرؤية الشرعية أو النظرة الشرعية، ثم بعد ذلك إيجاب وقبول، إما أن يقبل أو يرفض، المرأة تقبل أو ترفض. ثم بعد ذلك ندخل إلى موافقة الولي والمهر والعنة الإيجاب والقبول وشهادة الشهود ثم الإشهار. هل نستطيع أن نتجاوز أي خطوة من هذه الخطوات؟ وإلا عد هذا الزواج زواجا باطلا غير إسلامي. إذن هذا على سبيل المثال فقط في الزواج، وقيس عليها كل نواحي الحياة. الأصل أن تكون فعلا وفق ثقافتنا الإسلامية وأصول ديننا الحنيف. إذن الثقافة الإسلامية باختصار شديد استوعبت الإنسان ونظمت له حياته وشملتها من المهدي إلى اللحد. فقال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ فطرة الإسلام، بارك الله فيك. الله يخلقنا جميعا مسلمين. سؤال يطرح نفسه: لماذا هناك يهود ونصارى؟ لماذا هناك ملحدين؟ هنا دور الأبوان أو الأبوين، فأبواه يهودانه، أي يصبح يهودي مثل أبويه، أو يمجسانه يصبح مجوسي كأبويه، أو ينصرانه. لكن لو تركنا هذا الفرد على أصل الخلقة سيكون مسلما بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أهمية الفرد، بارك الله فيك، ثقافتنا الإسلامية تقوم بإعداد الشخصية الإسلامية التي تحمل أو تثقل بهذه التعليمات الربانية. نحن والكون وما خلق الله بكل ذراتنا، الله سبحانه وتعالى أبدع خلقنا كما يريد وكما يصلح لنا. نحن نسير وفق هذه المنظومة الإلهية بتناسق وتناغم. إن خرجنا عن هذه المنظومة ماذا يحدث؟ خلل، عشوائية. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا، والله سبحانه وتعالى أكرمنا وتفضل علينا بمثل هذه الثقافة وجعلنا مسلمين دون تعب أو دون بحث أو دون عناء، الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الثقافة أن يعد إنسانا صالحا رباني التوجه. ما الذي يمنعني
أن أسرق جوال زميلتي؟ الخوف من الله، رقابة الله سبحانه وتعالى. ما الذي يمنعني أحيانا من الغمز واللمز؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا الصلاح في هذا العبد إنما كان ببركة هذه الثقافة الإسلامية التي أحلت الحلال وحرمت الحرام. الآن في سؤال مهم، هل الثقافة الإسلامية تعد مواطن صالح ولا إنسان صالح؟ طيب، كلمة مواطن صالح هي تعد مواطن صالح، لكن هل يقتصر الصلاح علي في موطني؟ ولا يتعدى ذلك أنه أينما يكون الإنسان المسلم فهو كالنحلة، أينما وقع نفع؟ إذن هو كالنحلة، أينما وقع نفع. إذن ليس مرتبطا الصلاح في ديننا بمكان معين أو ظرف معين أو أشخاص معينين. يعني إنسان تصبح عنده كارثة يصبح إنسان مستقيم ثم ينقلب على عقبيه. وقت الحرب نلتزم وحجاب ولباس وصلاة، تنتهي الحرب وإذا بها ننقلب على أعقابنا والعياذ بالله. هذا الإنسان يعبد الظرف ولا يعبد الله. الإنسان الذي يعبد الله، الله موجود في كل زمان، الله موجود معنا حيثما كنا، فيجب أن نتقيه في كل أحوالنا. ما الدليل على أن الله، على أن هذه الثقافة الإسلامية تعد إنسان صالح لهذه الدنيا ليس فقط في موطنه؟ تفضلي. بارك الله فيك. قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ميزان الصدق بيننا وبين الله أن يكون ما نزل به الشرع موافق لما نحبه وتميل إليه نفوسنا. رقم 3، أهمية الثقافة للفرد. تفضلي. بارك الله فيك. الآن هذه الثقافة الإسلامية عندما تذهب لأي دولة في مشارق الأرض أو مغاربها بهذه الهيئة، بهذا الحجاب الأنيق الرائع الذي يكسوك هيبة ووقارا وجمالا، هذا الحجاب أينما ذهبت فيه سيقال بأنك دون أن تخرجي جواز سفر أو بطاقة تعريفية، أليس كذلك؟ إذن هذه الثقافة الإسلامية فعليا تحدد شخصية الإنسان المسلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. بمعنى يعني هي علامة على صلاح هذا العبد وإيمانه. قد تقول قائلة: وهناك ناس مصلين لكنهم سيئون. نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر، والله يتولى السرائر، أليس كذلك؟ نحن بمجرد أن نرى هذا الإنسان التزم بدينه لا نشهد إلا بما نرى. إذن هذا الالتزام بدينه انعكس، أو هذا الالتزام بدينه انعكس على ماذا؟ على شكله ومظهره وسلوكه في مجتمعه. أيضا تفضلي. تفضلي. بارك الله فيك. ثقافتنا الإسلامية تقوم بإصلاح الإنسان المسلم. الإنسان المسلم أو أي إنسان في هذه الدنيا قد يكون في قلبه غيرة، قد يكون في قلبه حسد، قد يكون في قلبه غل، أليس كذلك؟ فلان جاري رزقه أكثر من رزقي، قد يحدث هذا نوع من ماذا؟ من الحقد والغيرة. لكن عندما أعلم أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بحكمته، ماذا أفعل؟ أرضى وأحمد، أليس كذلك؟ عندما أعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم لطيف عليم، لا أدري ماذا أخذ من فلان حتى أعطاه كذا، أليس كذلك؟ إذن أنا إنسان بما أنني ألتزم بثقافة الإسلامية، هذا الإنسان يورث عند الإنسان صلاحا كاملا في سلوكه، صلاحا في فكره، صلاحا في قلبه ونفسه، صلاحا في تعامله مع الناس. لا يتعامل مع الناس بغش أو بخداع، لأنه من غشنا فليس منا. لا يقدح في أخيه في غيبته، أليس كذلك؟ لأننا نعلم أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه
ولا يخذله، أليس كذلك؟ هذه الثقافة الرائعة ارتقت بالفرد المسلم من يعني من 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 الصفر إلى القمة، من الصفر إلى القمة، فأوجدت لنا إنسانا صالحا، إنسانا رباني التوجه، إنسانا مستقيما في سلوكه وأفكاره. هذا على مستوى الفرد. لننطلق الآن، هذا الفرد سيشكل مجتمع، الله ينور عليك، سيشكل مجتمع وأمة إسلامية. مجموع هؤلاء الأفراد سيشكلوا أمة إسلامية. كيف أثرت الثقافة على هذه الأمة وما أهميتها لهذه الأمة؟ تفضلي. تحدد الثقافة الإسلامية للمجتمع وجهة نظر أساسية عن الإنسان والكون والحياة. بارك الله فيك. من خلال التعريف قلنا بأنه هي المعارف والضوابط والقوانين التي عليها مدار وفهم الإسلام لتنبثق فكرة شاملة. هذه الفكرة عن الإنسان والكون والحياة. وقلنا قبل قليل أن هناك تساؤلات كثيرة عند أي إنسان عن أسئلة كثيرة، منها كيف جئنا ومن الذي جاء بنا ولماذا جئنا أصلا، وما هذا الكون الذي أعمرنا، من الذي أتى به، هل جاء صدفة، هل جاء من اللاشيء، هل هو الشيء، نحن لا نعلم. إذن ثقافتنا الإسلامية حددت لهذا المجتمع المسلم. الآن أريد أن أسأل وإجابات جماعية. إلهنا الله، إلهنا الله، ورسولنا ودستورنا الإسلام والقرآن، كلام صحيح جدا. قبلتنا الكعبة، قبلتنا الكعبة، أليس كذلك؟ لاحظوا أنكم من عائلات مختلفة، ولاحظوا أنكم يعني تربيتم تربية مختلفة، أليس كذلك؟ لكنكم بالمجموع، لأن مشربكم واحد وهو الثقافة الإسلامية، كانت إجاباتكم واحدة، كانت إجاباتكم واحدة. فنحن نعلم كل ما يخص الإنسان والكون والحياة وما هي وجهة نظر الإسلام في التعامل مع هذه الثلاثية. ثم بعد ذلك، ما أهمية الثقافة الإسلامية للمجتمع المسلم؟ بارك الله فيك. كنا قبل الإسلام رعاة غنم، وأصبحنا بفضل الله وبفضل ثقافتنا الإسلامية بعد الإسلام قادة الأمم، أصبحنا قادة أمم، وأصبح رسولنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو قائد البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أليس كذلك؟ ما الذي ارتقى بهذه الأمة كذلك؟ الدين، الدين الإسلامي. كنتم، قال تعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما سبب هذه الخيرية؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. أيضا ما أهمية الثقافة الإسلامية للمجتمع المسلم؟ تفضلي. بارك الله فيك. الأمة الإسلامية كغيرها من الأمم لابد أن يعصف بها بعض الغزوات، العقبات، الإشكاليات، العوائق التي تعيق هذه أو سير هذه الأمة. الثقافة الإسلامية وديننا الإسلامي أوجد لنا حلول لكل هذه الإشكاليات، سواء كانت هذه الإشكاليات على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي. مثلا على الصعيد الداخلي، تفضلي. بارك الله فيك. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ ارتد عدد كبير من المسلمين عن الإسلام، وقالوا كنا ندفع الزكاة إلى رسول الله، نصلي نصوم نحج لكن لن ندفع الزكاة. ماذا، كيف تصرف أبو بكر مع هذه المحنة؟ قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه. لو منعوني عقال بعير كانوا، يعني لو الحبل كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعطونه لرسول الله والآن سيمتنعوا لقاتلتهم عليه. فماذا حدث بعد ذلك؟ حدثت حروب الردة، وانتصر فيها المسلمون وأثبتوا هوية الإسلام بأركانها الخمسة، الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، أليس كذلك؟ هذه كانت محنة داخلية في داخل الصف المسلم. وهناك أيضا محن خارجية كالغزوات، بارك الله فيكم، ضد الأعداء. هذه الغزوات نحن نعلم
بتعاليم ديننا أيضا كيف نتعامل معها؟ هل يجوز لنا التفاوض مع العدو؟ هل يجوز لنا التنازل عن الثوابت؟ هل يجوز لنا أن نجلس مع العدو ويعني نحاول أن نفاوضه أو نساومه؟ متى يجوز التفاوض مع العدو؟ هل في حالة الضعف ولا في حالة القوة؟ وأشياء كثيرة مرتبطة بهذا الأمر. هل يجوز لنا أن نعاهد الكفار ونقوم بعمل معاهدات مع الكفار لحماية ظهر المسلمين في غزوة ما أو في حرب ما؟ أشياء كثيرة. نحن لسنا بصدد التأصيل الشرعي الآن لهذه المسألة، لكن أقول أن هذه الأسئلة كلها التي طرحت لها إجابات شافية في ديننا الحنيف وفي ثقافتنا الإسلامية. أيضا ما هي الأهمية على مستوى المجتمع المسلم؟ تعتبر المقياس الدقيق الذي تعرف به الأمة ماذا تأخذ عن غير من الأمة والشعوب وماذا تدع. بارك الله فيك. صلوا على رسول الله. أهواء الناس مختلفة وأنزجتهم مختلفة ونفوسهم وطبائعهم وقناعاتهم وعقلياتهم، كيف يجمع هذا الاختلاف على أمر واحد؟ لا يمكن. إذن لا يمكن. ولذلك لو ترك هذا الدين لنا لنقول ما هي الضوابط وما هو محلل وما هو محرم، لن نفلح ولن يكون هذا دين. وإنما الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الثقافة، إذا تتذكرون قبل قليل في عنا ضوابط، في عنا معارف، في عنا قوانين، صح؟ هذه المعارف والضوابط والقوانين هي التي تعطيني الضابط والمقياس، ماذا آخذ من الأمم الأخرى وماذا أدع. في كل يوم تعصف بالأمة المحمدية أشياء جديدة، مرة تيك توك، ومرة وسائل التواصل الاجتماعي على خلافها، ومرة العملات الرقمية، وكل يوم نسمع بشيء جديد، أليس كذلك؟ هل كل اختراع يرد إلى هذه الأمة الأصل إنها أن تأخذه؟ لا. طب كل اختراع نتركه؟ لا. أيوة. طب ما المقياس؟ المقياس هو شرعنا، ما وافق شرعنا أخذناه، وما خالفه تركناه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. نأتي الآن على أهمية الثقافة على مستوى العالم. عندما نقول على مستوى العالم نقصد الكافر والمسلم. تفضلي. بارك الله فيك. تعمل على توحيد الفكر البشري نحو الأفضل. لو نظرنا إلى المؤامرات الدولية والتحالفات الدولية، ما الهدف منها؟ أن يأكل القوي الضعيف. ما الهدف منها؟ أن يأكل السمك الكبير أو القرش الكبير السمك الصغير. ما الهدف منها؟ السيطرة والاحتلال واستنزاف موارد هذه الدول الضعيفة والقضاء عليها والتحكم في مواردها والاستئثار بمواردها. لمين؟ لأصحاب النفوذ والقوة، أليس كذلك؟ لكننا في ديننا الحنيف إذا ما حكمنا العالم وإذا ما أردنا أن نقيم شرع الله في الأرض فلا نفكر إلا فيما فيه خير للبلاد والعباد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. إذن الله سبحانه وتعالى قال أن هذه الأمة المحمدية إذا وضعت أركانها في هذه الأرض المباركة للخلافة يجب أن تكون تتمتع بأمرين: الإيمان بالله والعمل الصالح. وليس من العمل الصالح القتل ولا التدمير ولا التهجير ولا الإبادة ولا الفواحش ولا المعاصي ولا، أليس كذلك؟ هذه المنظومة الفكرية التي يسعى الإسلام لترسيخها، لو كنا نعمل بها نحن والدول العظمى لعاش الجميع في سلام وأمان. أيضا من أهمية الثقافة الإسلامية، تفضلي. بارك الله فيك. إتماما للمعلومة الأولى،
عندما يرتفع الظلم العالمي وعندما يعرف كل إنسان ما له وما عليه في هذا الكون، حتى لو كنت من أصحاب القوة، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: الضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق منه. القوي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. الضعيف ده آخذ الحق له، أما القوي منه. إذن معيار القوة والضعف ليس بالعضلات، وليس بالاقتصاد، ولا بالنفوذ والقوة والسلاح النووي، وإنما أيوة بالدين والتقوى. إذن هذا الفكر الذي يوجه الإسلام نحو الإنسان نحو الأفضل، بإمكانه أن يرفع الظلم العالمي عن الشعوب والأمم، ويحل مكانه السعادة والأمن والاستقرار التي ينشدها الصغير قبل الكبير. تفضلي. تعمل على إنقاذ الإنسانية من التفرقة العنصرية السائدة في الغرب، وتدعو للإخوة والتسامح والتكافل. بارك الله فيك. وكل مبادئ الإسلام السامية التي سمحت في وقت العزة والمنع للإسلام أن ينتشر، ما هي المبادئ التي جعلت الإسلام ينتشر بهذا الشكل؟ السماحة، العدل، التعاون. إنما المؤمنون إخوة، أليس كذلك؟ المسلم للمسلم يشد بعضه كالبنيان المرصوص، طبعا يشد بعضه بعضا، كما قلنا قبل قليل، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. حتى في التعامل مع الكفار ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما معنى الآية؟ يعني لا يحملنكم كرهكم لقوم على ألا تعدلوا إذا ما جاءوا للتحاكم بينكم. ما الوصية الإلهية؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى. هنا يأمرنا بالعدل مع المسلم ولا مع الكافر؟ مع المسلم والكافر. هل أمرنا بالعدل مع من نحب ولا مع من نكره؟ مع من نحب ومن نكره. إذن نحن نتكلم عن مبادئ ولا نتكلم عن علاقات إنسانية ومشاعر، إذا أنا بحبه أو بكره أو ما إلى ذلك، أليس كذلك؟ إذن من أهمية الثقافة للعالم الإسلامي أنها قامت بإنقاذ البشرية من التفرقة العنصرية. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فرق بين عربي إلا بالتقوى، إلا بالتقوى، ولا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. لو نظرنا إلى الدول العظمى ومنها أمريكا، تفرق عنصرية واضحة، يقتل الأسود فيها في الطرقات ولا يؤخذ له حق فقط لأنه أسود، تفرق عنصرية واضحة. الإسلام لا يعترف بهذه التفرقة العنصرية، وإنما دعا إلى المساواة على أساس الدين والتقوى والإيمان. واضح؟ هل من سؤال؟ كلام جميل. ننتقل الآن لنرى ما تتميز به الثقافة الإسلامية عن غيرها من الثقافات الأخرى. نحن نقر أن هناك ثقافات أخرى بغض النظر نحن نختلف معها أو نتفق معها فيما نختلف أو فيما نتفق، المهم نحن لا نلغي الآخر، في ثقافات أخرى، يوجد ثقافات أخرى، لكن ما هي الخصائص والمميزات والسمات التي جعلت من الثقافة الإسلامية شيئا مختلفا عن غيرها من الثقافات؟ تفضلي. ما معنى الربانية؟ الربانية كلام صحيح، تفضلي. بارك الله فيك. من خلال تعريف الثقافة الإسلامية، وأرجع له مرة أخرى، قلنا أننا استقينا الثقافة الإسلامية من بعدين أساسيين، وهما القرآن الكريم والسنة النبوية. لو أردت أن أسأل سؤال، الربا حلال ولا حرام؟ حرام. الزنا حلال ولا حرام؟ حرام. البيع حلال ولا حرام؟ حلال. البيع العادي، وأحل الله البيع وحرم الربا. الزواج العادي الطبيعي الذي فيه جميع تتوافر فيه جميع الأركان والشروط، حلال، صحيح؟ طيب الآن أنتم تصنفون هذه الأحكام حلال وحرام بناء على
قناعتك الشخصية ولا على حكم الله فيها. أيوة، إذا نحن لا نحكم على الأمور بأهوائنا ولا نحكم عليها بقناعاتنا، وإنما هو ميزان الله الذي وضع في هذه الأرض لكي يحكم في هذا الأرض على مراد الله وليس على مرادنا. فهذه الثقافة الإسلامية ليست كغيرها من الثقافات، لها الشرف أن يكون الناطق فيها هو إيه؟ هو شرع الله، هو شرع الله. إذن ربانية، أي أن كل الأحكام الشرعية في هذه الشريعة الغراء إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، قد تكون وردت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. أيضا لماذا تتسم الثقافة الإسلامية عن غيرها من الثقافات؟ بارك الله فيك، تتسم الشمول، التكامل، التوازن. لو نظرنا إلى الثقافة الإسلامية، هل كانت تركز على جانب وتهمل جانب؟ لا إطلاقا، وإنما كانت شاملة لكل أو لجميع جوانب الحياة. إذا ما تكلمنا في السياسة، إن الحكم إلا لله. إذا ما تكلمنا في الثقافة، وقل رب زدني علما. إذا ما تكلمنا في الاقتصاد، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا ما تحدثنا في الأمور الاجتماعية، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أليس كذلك؟ إذا ما تكلمنا في الصداقة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا ما تكلمنا في الجيران، أوصاني بالجبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. إذن هذه الثقافة الإسلامية جاءت شاملة لكل جوانب الحياة، وأيضا جاءت متكاملة، جاءت مترابطة، لم تترك أمرا على حساب أمر، ولم تضخم أمرا على حساب أمر آخر، وإنما أيضا الثقافة الإسلامية فيها توازن. انظري إلى جمال هذه الآية التي حققت التوازن بين أن يعيش الإنسان عيش السعداء ويموت أيضا موت السعداء. قال سبحانه وتعالى، تفضلي. صلى على رسول الله. هذه الآية قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما معنى تبيانا لكل شيء؟ ماذا أستفيد من هذه الآية؟ إذن هي شاملة، إذن هذه الآية تتحدث عن الشمول. لكن انظري إلى الآية الأخرى، قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني هل أنصب نفسي وحياتي كلها للآخرة؟ كأولئك النفر الذين كانوا في المسجد وكانوا يطلبون الطعام والشراب لأنهم كانوا من الزهاد والعباد، ولم يكونوا. وأيضا النفر الذين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: نحن نصوم ولا نفطر، نقوم ولا نقعد، ونحن لا نتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وإنما تحقيق التوازن في الشريعة الإسلامية، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا كل للدنيا. الأصل أن يأخذ الإنسان من هذه الدنيا زادا للآخرة، فيحيى عيشة الصالحين المصلحين، ليصل في الآخرة إلى عيشة المتقين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وصية: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذا هو التوازن الحقيقي الذي بإمكانه الإنسان أن يعيش عيشة السعداء وأن يميت ميتة الشهداء. أيضا مما تتميز به الثقافة الإسلامية عن غيرها من الثقافات، طالبة تفضلي، تفضل حبيبتي. الثقافة الإسلامية ثقافة عالمية. بارك الله فيك، ثقافتنا ثقافة عالمية. هذه الثقافة الإسلامية لم تتقوقع في الجزيرة العربية، وإنما انطلقت إلى العالمية، فخاطبت الفرس وخاطبت الروم وخاطبت كل الناس بكافة أجناسها وألوانها.
ولذلك حتى الآيات المكية ما كان يقول يا أيها الذين آمنوا، وإنما يا أيها الناس، أي على اختلاف ألوانكم وأجناسكم ومعتقداتكم. فهذه الثقافة، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، إنسهم وجنهم، مسلمهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم. فقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا يدل أيضا على عالمية الثقافة الإسلامية. هل من مميزات أخرى؟ تفضلي. معنى إنسانية النزعة، بارك الله فيك، أي أن هذا الإسلام على جديته وعلى احترامه للحدود وعلى قدسيته، إلا أنه ينظر إلى الإنسان كإنسان ويحترم كينونة الإنسان كإنسان بغض النظر حتى عن معتقده. صحيح إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن هذا لا يعطيني الحق في ظلم الكافرين، وقلنا قبل ذلك قبل قليل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذن هل التقوى التي بين جنباتي تعطيني الحق في الافتراء على الآخرين؟ لا، حتى لو كان كافرا. الآن في المعركة عندما يأتي العدو لقتلي وقتل أبنائي، هل يجوز لي عندما أتمكن منه أن أمثل في جثته؟ لا إطلاقا. لماذا؟ لأنني أتعامل معه كإنسان، لو كعدو سأقطعه، ولكن أتعامل معه إذا تعاملت معه كإنسان، أليس كذلك؟ أيضا لو وقع بين أيدينا أسيرا من اليهود المقاتلين، ماذا نفعل؟ نعالجه ونقدم له أطيب الطعام. قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما الفائدة التي ستعود علي من إكرام أسير؟ أيوة، ابتغاء ما عند الله، ابتغاء ما عند الله، ليكن الإنسان هو فعلا دين الرحمة ودين الإنسانية على مدى العصور والأزمان. جاءت هناك جنازة اليهودي، فقام النبي فقالوا: يا رسول الله، إنها اليهودي، بين قوسين مش حارس تقفله، يعني يهودي مش مسلم. فغضب النبي واحمر وجهه وقال: أوليست نفس إنسان؟ إذا نظر إليه حسب دينه ولا حسب إنسانيته؟ حسب إنسانيته. فقال: أوليست نفس. إذا هذه معنى إنسانية النزعة. أيضا من ضمن مميزات الثقافة الإسلامية، ما معنى الإيجابية؟ الإيجابية أن ننظر إلى الأمور كلها من ناحية إيجابية، من ناحية تعود بالخير على الإنسان. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أليس كذلك؟ قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحتاج هذا الأمر، لكني فضلت فيه أخي على نفسي. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المعاني الإنسانية وهذه المعاني الرحمانية التي جاءت بها الثقافة الإسلامية إنما تحمل الإيجابية والسعادة والخير والطمأنينة للناس جميعا على اختلاف مشاربهم. هذا بالنسبة للمميزات التي تتمتع بها الثقافة الإسلامية. نأتي إلى المحور الأخير في هذه المحاضرة، ونتحدث عن دور الثقافة الإسلامية في المجتمع المعاصر. تفضل. ما معنى إصلاح الحياة؟ ما معنى إصلاح الحياة؟ تفضلي. كيف يصلح المجتمع؟ بارك الله فيك. لو نظرنا إلى حال المجتمعات قبل الإسلام كيف كانت؟ كان يسودها الربا والزنا
ووأد البنات والفجر والفسق والفجور والخمر والميسر والفواحش وكثير من الأشياء السيئة. إذن هذه الحياة بكل هذه الموبقات الموجودة فيها، بكل هذه التهلكات الموجودة فيها، لا يمكن أن تصلح. لماذا؟ لأنها تسير عكس الكون الذي نظمه الله سبحانه وتعالى على عينه، أليس كذلك؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله سبحانه وتعالى يقول لعبده المسلم أنك إذا أردت أيها الإنسان أن تصلح حياتك فاستقم كما أمرت، ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. إذن إصلاح الحياة بكافة جوانبها. لو نظر الإنسان إلى نفسه وإلى حياته سيجد أن هذه الحياة بكل ما فيها لو صار فيها الإنسان وفق النظام الذي أعده الله له لسعد، ولصلحت حاله، ولصلحت دنياه وأخرى. ولذلك أغلب المشاكل حتى العائلية التي تحصل أو الزوجية أو بين الآباء والأبناء، إما رجل مهمل في زوجته، أو زوجة لا ترعى حق الله في زوجها، أو ابن يعق أبيه، أو أب لا يعطي الحق لابنه، أليس كذلك؟ كل هذه عكس المنظومة الإسلامية ولا وفقها؟ عكسها. إذن فعليا الإنسان لو صار وفق هذه المنظومة الإسلامية كما أمره الله لصلحت حياته، لصلحت حياته. رقم 2، ما دور الثقافة الإسلامية في المجتمعات المعاصرة؟ بعد إذنك دقيقة. الآن هناك أزمات عالمية، الآن يروج للشذوذ الجنسي، الألوان يروج للمثلية، يروج للانفتاح، يروج للمساكنة الحرة. هذه المجتمعات التي أطلقت العنان للفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما النتيجة التي ترتبت عليها؟ عزوف الشباب عن الزواج. أصبح الشاب يرى أن الوصول إلى الحرام أسهل بكثير من الوصول إلى الحلال. ما الذي يجبر على دفع مهر والتزام بتكاليف الزواج والتزام بأعباء الزوجية ومسؤولات الزوجية إذا كان يستطيع أن يدخل أو أن يصل إلى رغباته من أوسع الأبواب وبتصريح من هذه المجتمعات الفاجرة؟ طيب، إذن عزوف الشباب عن الزواج، وماذا حدث في الأزواج؟ زيادة نسبة الطلاق، هدم البيوت، تشرد الأبناء، سهل التعدد، تفكك الأسرة بشكل عام. أصبحت الأم تريد باسم الحرية الشخصية أن تعيش حياتها كما تريد، تخرج وقت ما تريد وترجع وقت ما تريد. البنت أرادت أن تعيش الأوبن مايند، فتعيش كيفما تريد وتذهب حيثما تريد، ولا يعارضها أب ولا ولي ولا شريك. ما الذي سيحصل؟ ما النتيجة؟ إذا أردنا فعليا أن ننقل هذا النموذج السيء إلى مجتمعاتنا، ما النتيجة المترتبة على ذلك؟ الضياع، الفساد، الانحطاط، تفكك الأسر، الأمراض، الأوبئة، أليس كذلك؟ صحيح. إذن إذا أردنا إصلاحا لحياتنا فعلينا أن نستقيم على شرع ربنا. أيضا تفضلي، توحيد الأمة. أرجع لأسأل سؤال آخر، إلهنا واحد ورسولنا وقبلتنا واحدة. لو نظرنا إلى طريقة العقلية الإسلامية، وعندما قلنا من أهمية الثقافة للعالم توحيد الفكر البشري نحو الأفضل، هذا التوحيد للفكر البشري يقود الأمة ناحية ماذا؟ الوحدة. الوحدة، ترى المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. كما قلنا، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا. ولذلك سعى الإسلام من اللحظة الأولى إلى توحيد الصف المسلم، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، فهذه كانت وصية الله لنا. وقال عز من قائل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. طب سؤال، لماذا استطاع الغرب والكفار السيطرة على المسلمين؟ أهم محورين، بارك الله فيك. لا يوجد وحدة في صفوف المسلمين، فماذا فعلوا؟ هم أرادوا أن يفككوا هذا الصف المسلم، قاموا بعمل دول ثم دويلات ثم أحزاب ومنظمات حتى يستطيعوا أن يستفردوا بنا دولة بعد دولة. ماذا حصل في سوريا؟ وماذا حصل في العراق؟ وماذا حصل في اليمن؟ وماذا حصل في لبنان؟ كلهم أشتاتا أشتاتا، أليس كذلك؟ طيب، ما الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة؟ قلتم أن ضعف العقيدة، صلوا على رسول الله. ما يميزنا عن غيرنا كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لا بالعدد ولا بالعتاد، الله تكفل لنا بالنصر إن اتقينا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مش إن تعدوا العدة، لا. قال صلى الله عليه وسلم، ماذا قلنا؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ نحن قوم أعزنا الله بماذا؟ بل بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام، ما النتيجة؟ أذلنا الله. إذن عندما اتخذنا غير الإسلام طريقا ومنهاج، ماذا كانت النتيجة؟ الذل والمسكنة والإهانة. تكالبت علينا الأمم كما تتكالب الأكل على قصعتها، صارت الأمم كلها ضد أمة الإسلام. لماذا؟ لأنها تركت أولا منهاج الله وتخلت عن وحدتها، فاستفرد العدو بها. أيضا من ضمن دور الثقافة الإسلامية، بارك الله فيك، حماية الأسرة المسلمة. نحن قلنا أن المجتمع الإسلامي يتشكل ابتداء بماذا؟ بالفرد المسلم، ثم الأسرة المسلمة. مجموعة الأسر المسلمة ماذا تشكل؟ مجتمعا مسلما، بارك الله فيك. هذه الأسرة المسلمة أولاها الإسلام والثقافة الإسلامية أهمية خاصة. لماذا؟ لأنها هي محور القوة والضعف في المجتمع. إذا الأسرة قوية، إذا المجتمع مترابط ومتماسك. إذا الأسرة ضعيفة، إذا المجتمع متهالك وضعيف. فبدأ بماذا؟ بدأ تنكح المرأة لأربع: لدينها، لجمالها، لحسبها، ومالها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك، يعني حتى تلتصق يداك في التراب. لا تختار إلا المرأة صاحبة الدين. عندما يخطب الرجل قال ماذا؟ قال ماذا؟ ما هو الخلق الذي يجب، أو ما هي الصفات، ما هي الصفات التي يجب في الرجل، في الرجل وليس في المرأة؟ صاحب خلق وصاحب دين. حتى في الوصية ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وماذا؟ وأهليكم نارا. إذن أهلي مسؤوليتي، بناتي مسؤوليتي، أبنائي استقامة زوجي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، أليس كذلك؟ صحيح. إذن هذه الأسرة المسلمة ماذا حققت؟ ماذا كان دور الثقافة الإسلامية في هذه الأسرة المسلمة؟ أنها قامت بعمل حماية لهذه الأسرة المسلمة من ماذا؟ من كل أسباب التفكك والضياع، من كل أسباب التفكك والضياع. أيضا كان للثقافة الإسلامية أثارها ونتائجها في المجتمعات المعاصرة التي عجت بالكثير من
المعاصي والآثام والأفكار الخادشة للدين والعقل والمنطق والحياء عندما تروج أحيانا المثلية الجنسية على أنها أمر عادي وأنه أمر بسيط ويروج له في كل وسائل الإعلام، عندما تروج للرذيلة في كل وسائل الإعلام على أنها أمر عادي، عندما يروج للتبرج بألوانه وأشكاله، امرأة ببنطال وبلوزة أو جاكيت على شيلة وتوصف بأنها محجبة، لا ليست محجبة، عندما تكون الفساتين البراقة والشفافة على تلك أو على غطاء الرأس هذه ليست محجبة. الحجاب كلنا يعلم ما هي مواصفات الحجاب الشرعي التي يمكن من خلالها أن نقول بأن هذه إنسانة محجبة، فهو حجاب لا يصف ولا يشف وليس ولا يجسم العورة وليس زينة في نفسه وليس لباس شهرة، وليس لباس شهرة، وإنما هو لباس حشمة وطهر وعفاف، وما دون ذلك إنما هو للأسف الشديد ضحك على الإسلام وضحك على أبناء الإسلام. إذن هذه الثقافة الإسلامية كان لها آثار وكان لها نتائج على هذه الحياة المعاصرة بكل ما فيها من أشياء جديدة، لها إجابات ولها وجهة نظر في كل ما هو مستجد في مجتمعنا، والأكثر من ذلك أنها حررتنا من قيود التبعية للكفر والكافرين والدنيا والهوى والشهوة. هؤلاء الناس الذين خالفوا أمر الله وقادتهم الشهوة وقادتهم الفتنة وقادتهم للأسف الشديد المصالح لكي يخرجوا من شرع الله إلى شريعة الشيطان، هؤلاء الناس إنما خالفوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأن ما يفعلونه مخالف لفطرتهم التي فطرهم الله عليها. ولذلك إني قال سبحانه وتعالى: إني وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لاحظي عندما يجتمع هذا القلب على أمر واحد لا بد أن يصلح هذا القلب، لكن عندما يتشتت هذا القلب بين الهوى والشهوة والمصلحة، وليست شهوة وإنما شهوات، ليست مصلحة وإنما مصالح، ليست فتنة وإنما فتن، تعرض عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، كل فتنة أشد من أختها، أليس كذلك؟ لكن عندما يجتمع القلب على أمر واحد وهو طاعة الله وتقوى الله في السر والعلن والاستقامة على شرع الله، ذلك الصحابي الذي ذهب إلى رسول الله قال له: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، لا أسأل، يعني كما نحن نقول أصلي وأصوم وأعمل وأسوي، يعني أشياء كثيرة، قل لي شيئا واحدا أعمل فأدخل به الجنة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمة استقم أي كن على شرع الله ولا تلتفت ولا تتخلف ولا تتراجع، استقم أي كن على شرع الله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. آخر نقطة في هذه المحاضرة في دور الثقافة الإسلامية على المجتمعات المعاصرة، أن للثقافة الإسلامية كان دور وبصمة، كان لها بصمة في المدن الإسلامية، فلو نظرنا إلى القدس سنجد أن كل زاوية في القدس هي علامة على هويتنا الإسلامية، لها قصة إسلامية، لها حكاية إسلامية، لها مرجعية إسلامية. لو نظرنا إلى الكوفة، لو نظرنا إلى البصرة، لو نظرنا إلى الأندلس، لو نظرنا في كل هذه المدن التاريخية سنجد أن ثقافتنا الإسلامية ألقت بظلالها على حتى شكل المباني الإسلامية، فكانت ثقافتنا الإسلامية لها كلمتها حتى في الفن المعماري الإسلامي، في الفن المعماري الإسلامي. فمثلا كان من ضمن الشروط التي يجب مراعاتها في الفن المعماري الإسلامي البساطة
والبعد عن البذخ. لا يشترط أن يكون العمود بمليون دولار حتى يقال أن هذا العمود لم يكن في مسجد من المساجد أجمل منه، بل إن زخرفة المصاحف والمساجد علامة من علامات الساعة، لأنه ليس العبرة في المسجد جماله، وإنما ما هي العبرة من وجود المساجد؟ عمارته. بماذا يعمر المسجد؟ بالذكر والصلاة والتسبيح والدعاء ومجالس الرحمن، أليس كذلك؟ إذن لا يعمر بالأنوار ولا يعمر بالزخارف والنجف، وإنما يعمر بعباده ويعمر بعماره، أليس كذلك؟ إذن أول شروط الثقافة الإسلامية التي قيدت فيها الفن المعماري الإسلامي أن يكون هذا البناء بسيطا وبعيدا عن البذخ والإسراف، ثم أن يكون هذا البناء صالحا للطمأنينة والستر والستر، بمعنى لو كانت هناك النوافذ من أول الحائط إلى آخره نوافذ زجاجية وتعكس ما خلفها، هل هذا يتفق مع ثقافتنا الإسلامية؟ إطلاقا لا يتفق، إلا إذا كانت في مكان عام، أما كبيوت نقطنها ونسكنها فهي لا تتفق مع فكرنا وديننا ومعتقدنا، لأنها تكشف عورات المسلمين. وأيضا من ضمن الضوابط في الفن المعماري الإسلامي سهولة الوصول إلى هذه الأماكن، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: والله لو أن بغلة تعثرت وين؟ في العراق، لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريق يا عمر، وهي بغلة بغلة. في كل يوم نتعثر في طرقاتنا، في كل يوم في بعض الأماكن سواء كانت مستشفيات أو كانت مدارس أو كانت مصالح للعباد نجدها أحيانا في آخر في أطراف المدينة يصعب الوصول إليها. هذا ليس من ضمن معاييرنا الإسلامية في الفن المعماري. الأصل أن تكون هذه الأماكن التي وجدت بصفة أساسية هي خدماتية لخدمة الناس، الأصل أن تكون قريبة وسهل الوصول إليها من قبل هؤلاء الناس. لنضرب الآن بعض الأمثلة من بعض المدن الإسلامية التي ذكرتها آنفا عن بعض المدن التي كان هناك لها بصمة في الفن المعماري الإسلامي. المدن الإسلامية البصرة والكوفة والقدس والقاهرة. بارك الله فيك. طبعا الدول أو المدن الإسلامية كثيرة، منها البصرة والكوفة والقدس والقاهرة وكثير من ودمشق، كثير كثير من المدن الإسلامية التي حملت الطابع الإسلامي التاريخي والثقافي والفكري وبصمته الإسلامية التي عجب منها الغرب قبل الشرق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا وأن يكرمنا وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود وأن يعيده إلينا وقد طهره الله سبحانه وتعالى بعز عزيز أو بذل ذليل، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه المحاضرة أن تكون قد حصلت الفائدة والمعرفة والمعلومة، وندعوكم إلى بعد الإيمان بالله عمل الصالحات وأيضا التواصي بالحق والتواصي بالصبر على الخير. التقينا بالحب، التقينا وبالدعاء تعاهدنا، وعلى الخير تواصينا، ولنا لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى في محاضرة أخرى سنتحدث فيها بإذن الله باستفاضة عن مصادر الثقافة الإسلامية على اختلافها. إلى أن يحين هذا اللقاء لكنا مني كل الحب وأخلص الدعاء، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.